FM. الكلمة ليك. يسار مهم بالنسبة للنادي الإفريقي وما ينجم يكون المعلم خلال هذه المباراة المدرب الفريق سي شهاب الليلي. قول ألو عماد. ألو عماد خويا عسلامة. ألو وي عماد عسلامة يا يسمع ألو. فيك ألو يا عسلامة سي شهاب. ألو عسلامة شيراز عسلامة يا عايشك عسلامة مرحبا أهلا بيك كوتش. أهلا بيك صافا مرسي بوكو اللي قبلت ساعة باش تكون معانا. نعرف اللي توا النادي الإفريقي عنده حس تمارين يظهر لي ما ثلاثة نرجعوا نحكيوا في كلمة ساعة على المباراة. مباراة مهمة كبيرة برشا واللي شفنا بصراحة شهاب الليلي كان عمل ماتش كبير برشا ويظهر لي حكينا فيه قبل ليلة المباراة. شهاب يظهر لي عملته في التيران تقريبا اللي حكينا فيه يقبل كل شيء. زيارتك لينا قبل الماتش هيت الماتش بتات خذك ان بوست بونوب كان كي جو سي با سوبرستيسيو اديما اوديجا ايضا ما اي خويا ندخل في البريم ولا ما ندخلش كان فما بريم نجي بيان سي بيان سي هذاك ان جران كور ايضا. الوغ اللي قلت انا التحضير نتاع الماتش خاصة على المستوى الذهني تعرفوا انتم لي ديربي يتلعبوا سيرتو على لي ديتاي تكتيك مي اوسي باش تكون لي ديتاي تكتيك يمشيو لابد انه الملاعب يكون اول شيء متحفز ثاني شيء مركز ثالث شيء عنده الرغبه باش يتفوق على البريسيون يخرج شويه من البريسيون. سيتي با سي ايفيدون كو سا باسكو تعرف انت هيثم اللي عندهم لاعبيه كانوا في المنتخب فما شكون ما كانش يلعب فما ملاعبيه غادر فما ملاعبيه جات جدد يعني كان كورس كونتر لا مونتر. الحمد لله الحمد لله اللي توقعناه خاصه على المستوى التكتيكي لقيناه خاصه سواء من الخصم او سواء من رده فعل نتاعنا احنا عملنا زاد كيف كيف استراتيجي دو جيستيون تاع الماتش الحمد لله مشيت وتلعبوا فيها أبطار راهو مش في كل مرة تمشي لكنه فما دي طون فور عماد كوارجو يعرف فما أوقات اللي الكرة تعطيك لازم تستغل فما أوقات كرة تعطيك بس تستغلش تنجم ترجع ليك ألوغ وي أون جيري لو ماتش كما حبينا الحمد لله حتى على مستوى الإفكتيف فما زوز ملاعبيه قسمنا بنيته بالماتش وهذا سيتي بريفيزيبل من الاول انه منوب هو اللي يبدا يعمل 45 مينوت يعمل حتى ماكسيموم قلت يعمل 60 مينوت ومن بعدش كروزيكي يدخل باش يعطي اكثر عمق للناحيه الهجوميه باش صابر يكون متحرر اكثر على المستوى كانوا راس حربه مموه لكنه على الرواق اذن حاجات الحمد لله مشت لنا الور باه انت براتيكمون حللت كل شيء. خلينا نسمع عماد. هاو عماد باش يسالك هو تجاه هلا بيك سي شهاب. هلا عماد حاجه برك حبيت نقول انا كيف عماد يعرفني يعرفها انه بدون ما يكون فما ملاعبيه عند الرغبه باش تطبق ما يمشي لك حتى شيء على لو ميغيت روفيان توجور مي جوغ سي شهاب. وعلى الكلام هذايا معناتها شفنا برشا اون في من الملاعبيه نتاع الكلوب افريكان اي سورتو فيزيكمون كانوا كملوا توب. هذيك الحاجه يمكن اللي شدتني في الكلوب افريكان مع الاون في مع الفيزيك حسينا اللي الكلوب افريكان ربحت المقابله نتاعها ابارتير معناتها من 70 دقيقه لعب معش ولات الكلوب افريكان فيزيكمون خير برشا من اسبيرونس وتحكموا اكثر في الريتم نتاع المقابله. انا حبيت حاجه نسال عليها يمكن على التغيير نتاع المنوبي الحداد. انا الحاجه اللي لاحظتها شويه كونك لعبت شويه بالنار خاطر الملاعب هذايا كما قلت انت معناتها كنت باش تعطيه كيما ميتون كيما حتى لانكاردور دوزيام ميتون خاطر كان يرجع يعاون في الجهه اليسرى مع سليمان كشوك وشفنا الربع ساعه الاولى دوزيام ميتون الاسبيرونس كان ينجم يسجل جوج اهداف ويقتل المقابله. علاش نعرفوا اللي الكره تتلعب على ديتاي ما خممتش وقتها اللي فما شويه تسرع اللي شونجمون صار في الميتون ما صارش بعد او واش نقول لك كيفاش خلينا ندخل في الديتاي ما صارش كانت الاسبيرونس ما لعبتش افيك ديزيلي هذيك المشكله الكبيره اللي يتسائل عليها جمهور الترجي على غيلان الشعلاني اللي كان اقرب للجهه اليمين يعتمد اكثر شيء في الفكر بتاع فوزي كما عمل في الإطوال يعتمد على الجاز وعلى غازي عبد الرزاق أكثر من يعتمد على ديزيلي التشكيين. التشكيل اللي عملها هو
كاين نسخه نتاع ليطوال يعني باش يعتمد اكثر على بن محمد باش يعتمد اكثر على على إيهاب المباركي على إيهاب. معناتها باش انا اللي شفته انه بيس ما فماش يعني لي اكواسا سيغ المنوب يرجع ولا اكواسا سيغ صابر كي يرجع كي يبدا يكون غاديكا. يعني وجود سليمان الكشوك كافي انه هو يكون يغطي المنطقه اللي موجوده غادي كيما وجود مختار على اليمين كافي انه يغطي المنطقه نتاعو بدون ما ابراهيم يرجع. على ذلك لو لاحظت تحررنا من وقت اللي ابراهيم ولا ما فماش رجوع صابر ما فماش رجوع يعني ولات عندنا البلوك نتاعنا ولا سر عالي ولينا نضغط عالي. الو الكره يزمك كترا المقابله ما تكونش رجيد ما تكازح ما يكون لين دفاسو انك تشوف مجريات اللعب تشوف مجريات الخصم شنو فما فماش وتلعب الورقه. وكما تعرف انت اذا اللي خافه ما يلعبهاش معناتها بارفوا الكره فيها الريسك. لكن اتونسيون راه بالنسبه لل حتى لي زوكازيون اللي جاوا الزعبيه سيتي اليسيد دامو بي مو ايفالياسيون نتاع اورجو من عند سليمان بيان كو سيتي با اورجو معناتها سيتي با سين ان سيرنوم. والوكازيون نتاع زعبيه كيف سيتي خسرنا الكره في البيتيرا نايفمون معناتها بشويه سذاجه خسرنا الكره على ما فماش هيك القلقاي الجمله الهجوميه اللي عملوا فيها سيرنوم. لكن في المقابل ربحنا اكثر اجريسيفيتي ربحنا اكثر عمق وربحنا اكثر البلوك صعد اكثر بالديسبوزيتيف اللي صار اون ديزيام ميتون. باهي سي شهاب اكيد كان شنو نقعدوا نحكيو معاه باش نباتوا ونصبحوا ونقعدوا نصلحوا كونتر اتاك الجمعه الجايه باش نحكيو. انا فما سؤال اكيد باش نسال عليه برشا ملك نعيمات في كلمه. لا انا كلمه بركه على وسام يحيى ساسفوا اللي انت خليته مرتاح برشا في التيران باش وصل معناتها المستوى نتاع وسام يحيى عمل ماتش كبير اللي في اوقات الاسبيرونس وين تجي تضغط الكره تبدا عند وسام يحيى يخرج من اللاعب زوز فاسيلمون وكان حتى كي باش ما يفك له كره الا فوت هذاك اللي عاون كلوب افريكان برشا خلى الاسبيرونس وين تعمل الضغط ما نجموش يفك الكره خاطر فما ملاعب في الوسط اسمه وسام يحيى. وشكروا برشا عماد نهاره الماتش قال وسام يحيى الحقيقه كان احسن لاعب في المقابله هذه. سي شهاب فما كيسيون واحد اخرى حبيت نساله على حاجه سي شهاب. اكيد اي مدرب يقعد في تاريخه انه يفوز في الدربي مهما كانت نجاحاته ديما عندها نكهه خاصه الفوز في الدربي هكا ولا ما هو كما قلت انا راهو فما تاريخ البطوله وفما تاريخ الدربيات بعد الدربي عنده واحد بالضبط بالضبط. انا بالنسبه لي انا قلت دخلت للتاريخ نتاع الدربي خاطر فما تاريخ وتاريخ وتاريخ في التاريخ. انا دخلت في التاريخ نتاع الديربي دخلته مش كم بارتيسيباسيون مشاركه دخلته بالفوز والحمد لله. سي شهاب البارح رينا قلت البارح رينا بعد الرياكسيون تاع صابر خليفه بعد البونتو حسينا صابر خليفه جاك بالحق ممسوس معناها من المنتخب الوطني التونسي ممسوس مونتالمون ورينا الرياكسيون تاع صابر بعد الهدف اللي خليت برشا رياكسيون معناها في الشارع الرياضي وصابر كانه فما غصه ترشقها بعد ما سجل الهدف. في بالك حاجه هيثم انا صابر وقت اليوم موجود في الجابون فما اقل شيء مرتين مره في النهار ومره في الليل نطلبه ونحكيه مع بعضنا برشا. اول شيء لانه صابر تعرف كان ستاتيو دو كادر ستاتيو اللي كان عنده ستاتيو نتاع ستار نتاع فيديت نتاع انسان صباح خرج بالستاتيو هذاك دخل الستاتيو نتاع بروبي روبلاسون خلينا نقول روبلاسون بروبي روبلاسون. ترى ما لقاش حظه في المنتخب سي شهاب صابر خليفه؟ لا انا ما ندخلش فيهم انا الحق اتفقى نقول انا صابر كنت في تواصل معه دائم كل ليله على اساس هذاك نحافظوا على مستوى الشخصي على مستوى الثقه على مستوى الذهني وكذلك زاد كذلك باش نمرر الافكار لسليمان كشوك احمد اي دونك كان ممسوس شويه مع المنتخب في الجابون ديجا ذهنيا تمس شويه وذول الرياكسيون هذيك بعد البونت وتفسر برشا حاجات هو تمس لكنه حاجه كبيره انه صابر عرف يحضر الماتش بتاعه لانه اول ما بطل الجابون في نفس اليوم في العشيه
قام بحصة تدريبية وحده من غدوة تلاقيت وياه وحاول قام وحنا عنا راحة نارتها وكنت أفكر باش نعطيه راحة لا قام بحصة تدريبية كان متحفز حتى قام بحصص علاج طبيعي على 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 جيبه وقولوا احنا ما عملش كريوثيرابي ما عملش باندا زوت الله انا بالنسبه لي عطش صابر لانه قالها هو كلمه كانت تفكروا في التلفزيون قال انا دخلت شويه في الدود اليوم البونت وهذا والفوز هذا يخليني يرجعني في ثقتي في نفسي والحمد لله انه صابر لقى لي الرقم تاعه أكيد هدف باش يفرح صابر خليفة ويرجع له الثقة وأي ملاعب يسجل في الدربي يقعد له في التاريخ يعطيك الصحة سمعني كلمة على على وسام أي تعرف أنت عماد سيرتو الدربيات هذوما يذوهم دي جون يعطيو لاباناش يعطيو لونجاجمون كيما عمل أحمد خليل ولا كيما عمل غازي العيادي لكن بالمقابل لابد من لاعبي الخبرة أكيد وهذا هو اللي يحكم في الملتي